الأسرة القطرية بطبيعتها بتحب تقعد في الأماكن الخارجية. يعوق هذا الشيء صعوبة المناخ وخصوصا في فصل الصيف، مدة طويلة من فصل الصيف فيها حرارة زائدة ورطوبة زائدة، وبالتالي تم تطوير المظلة الكهربائية لتناسب جميع الأجواء في كافة فصول السنة، سواء فترة الشتاء أو فترة الصيف، لأن المظلة هذه تتمتع بإمكانية أنه يمكن إغلاقها في أي وقت أو فتحها بأي وقت من خلال ريموت كنترول برفاهية عالية وتكنولوجيا جدا متطورة. ممكن فتح السقف وإغلاقه في مدة لا تتجاوز 30 ثانية، ممكن فتح الجدران وإغلاقها بطريقتين حسب رغبة الزبون، إما بتكون بالطريقة المانيوال يدوية أو بالريموت كنترول. الهياكل المستخدمة لتصنيع هذه المظلة الكهربائية كاملة من الألمنيوم ومن إكسسوارات للستانلس المقاومة للصدى والأرفف الأسقف عفوا من مادة البي في سي. يتم استيراد مادة البي في سي من دول أوروبية مثل فرنسا من شركة سيرج فيراري أو من ألمانيا من شركة ميلر. عادة إحنا بنستخدم الموتور لتشغيل السيستم، إذا رغب الزبون بتشغيله بالطريقة الكهربائية نستخدم موتورات صونفي الفرنسية ذات الجودة العالية، والمنتج بصفة عامة بعد تصميمه وتوريده وتركيبه حسب التصاميم المعتمدة والموافق عليه من قبل الزبون يتم إعطاء مدة ضمان لمدة 5 سنوات، وهي مدة الضمان الأطول لهذا النظام من المظلات الكهربائية. خلال مراحل التصميمات وبدء عملية التنفيذ لهذا المنتج حبينا كشركة القايد إنه نضيف على المنتج طابع له علاقة بقطر أو بالمنطقة، وبالتالي توصلنا لعمل تصاميم لغلاف الهياكل الألمنيوم يأخذ الطابع الشرقي مستوحى، يعني أشياء وديكورات مستوحى من البيئة القطرية الخليجية. لدى الشركة فريق عمل متكامل يستطيع عمل التصميمات والتنفيذ والتصنيع والتوريد والتركيب في الموقع بكافة الأحجام من ناحية الطول العرض الارتفاع حسب متطلبات الزبون، كما أنه لدينا هذا الفريق لديه الخبرة والدراية الكافية بعمل المظلة بما يتبعها من أعمال مدنية مثل القواعد الخرسانية التمديدات الكهربائية، زائد أنه هذه المظلة ممكن أنه نصنعها بالألوان للستاندر أو أي ألوان يطلبها الزبون، بما في ذلك الفينش الستركشر تبعها يكون بالطابع الخشبي، إضافة إلى تركيب عليها إضاءات بنظام LED سواء بالسقف المتحرك أو على الأعمدة الجانبية للمظلة، بما في ذلك على الجدران المتحركة سواء كانت بصورة يدوية أو بصورة كهربائية. أسعارنا تعتمد على عدة عوامل. العامل الأول المقاس. المقاس من مظلة من غرفة لغرفة بيعمل فرق بالسعر. العامل الثاني مواصفات المظلة، كسقف، إذا السقف بحتاجه متحرك ولا ثابت هذا بيعمل فرق بين بالأسعار. العامل الثالث جدران الغرفة، إذا كان الزبون بيرغب بالجدران تكون تفتح كلها ولا قسم منها أو بيحتاجها ثابتة، كل هاي الأشياء لازم ناخدها بالحسبان لما نعمل أي سعر للزبون. العامل الرابع الإكسسوارات والإضاءة المطلوبة من الزبون حسب كل زبون، شو أنواع الإضاءة اللي بده يستخدمها، أنواع الإكسسوارات اللي بيستخدمها، على أساسها نحط سعرنا ونقدمه للزبون. لهيك دائما نحن بنفضل انه مهندس من طرفنا من طرف شركة القايد يقوم بزيارة للموقع المراد التركيب الغرفة فيه، وعلى اساسه بياخد كل المعلومات والتفاصيل من الزبون والمتطلبات والمواصفات اللي بيحتاجها، بنقوم تقديم عرض سعر مناسب
لاحتياجات الزبون بالضبط.